إن كنت صحتك عامل ايه؟ الحمد لله يا باشا. تبع الحي؟ انا لا مش تبع الحي، انا واقف بقالي 5 دقايق شفتك عملت عمل خير مع 6 مسكينة. ايوه صراحه ده اول حاجه. اتفضل. تاني حاجه لا يا باشا اسمعني فضل. انت اللي على دماغي من لا يبقى انت اجدع مني. تاني حاجه فضل. في حاجه وقعت هنا ايوه جريت من غير ما حد ينادى عليك، ساعدت معاهم وشلتها. رغم ظروفك البسيطه بتقف جنب الناس وبتساعد الناس. الحمد لله ربنا يبارك الكل. اسمح لي اخدك في حضني. اتفضل يا باشا. صاحي محترما واقصد بذلك وجاه الله خالقنا سبحانه. اقسم بالله انت اطيب قلب انا قابلته في حياتي. بالله عليك ما تبكي عشان خاطري. ما تبكي ما شاء الله. خلاص كل سنه طيب، وانا باجي هنا باستمرار وكل ما اجي اسلم عليك. فانما يرحم الرحمن من رحما، واطلب جزا ذاك من مولاك رحمته. فانما يرحم الرحمن من رحما، ان كنت ترجو من الرحمن رحمته فارحم ضعاف